نقلت داوود أحرانوت عن مصدر قوله إن وزير حكومة الحرب بيني غانتس أرجاء المؤتمر الصحفي الذي كان سيعلن فيه استقالته هذا التأجيل، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية جاء بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تحرير 4 محتجزين من مخيم النصيرات في غزة اليوم. هبة مصالحة من القدس تنضم إلينا. هبة، لو تعطينا ردات الأفعال حتى الآن بالنسبة لما تداعيات هذا التحرير المحتجزين الأربعة، سمعنا نتنياهو تحدث، يعني هل كان له مؤتمر صحفي مثلا أم مجرد تصريحات عن بعد؟ يعني هي تصريحات أولية لنتنياهو، ومن المرتقب أن يكون له كلمة عند انتهاء السبت اليهودي عند الساعة 8 أو 8:30 بالتوقيت المحلي، والحديث بوسائل الإعلام من أنه سيرفع المعنويات الإسرائيلية وسيعزز نظريته من أن الضغط العسكري هو فقط من سيعيد الأسرى والجدير. ذكره أيضا وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت قبل قليل بأن العملية التي وافق عليها نتنياهو وزير الجيش يوم الخميس الماضي، عملية تحرير الأسرى، لم يشركا بيني غانتس وزير في كابينت الحرب بهذه العملية، وتم التخطيط لهذه العملية منذ أسبوعين. والحديث بوسائل إعلام إسرائيلية من أن الجيش وقوات الخاصة من اليمام وقوات الكوماندوز استخدمت شاحنة مساعدات للدخول لمنطقتين في مخيم النصيرات بالإضافة إلى سيارة مدنية، وتم بمساعدة سلاح الجو الذي استخدم أحزمة نارية للتغطية على هذه القوة، وأيضا استخدام الحربية البحرية وأيضا المدفعية الإسرائيلية. وكان هناك صعوبة بتحرير 3 من أصل 4، وكان هناك قتال وصف بالشرس خلال محاولة تحرير 3 من الأسرى خلال كشفهم في السيارة الخاصة. وقبل قليل الجيش الإسرائيلي أو بالتحديد الشرطة الإسرائيلية التي أعلنت عن مقتل ضابط من قوة اليمام التي شاركت خلال هذه العملية. يائير رابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية تحدث عبر منصة إكس من أن هذا أو هذه العملية هي نقطة ضوء في بحر عتمة، بمعنى أن هذه العملية تكتيكية وليست استراتيجية، وأن العمليات العسكرية السابقة، يعني على سبيل المثال كان هناك أكثر من محاولة لتحرير أسرى في قطاع غزة وكانت فاشلة. وأيضا الجدير ذكره أن منذ السابع من أكتوبر تم تحريرهم من أصل 120 الآن يتواجدون داخل قطاع غزة، وبالتالي العمليات العسكرية بحسب التحليل من جهة العقلاء في إسرائيل من أنه لن يجدي نفعا، وأن صفقة التبادل هي الحل. ولكن هناك تفاؤل كبير، يعني وزراء وأيضا وسائل إعلام إسرائيلية تحتفي بهذه العملية. هبة، ما الذي يقال عن مؤتمر بيني غانتس، تأجيل أم إلغاء؟ يعني هل ربما خلال الأيام القادمة يكون هناك مؤتمر صحفي؟ هل فكرة الاستقالة ما زالت حاضرة؟ ما الذي يقوله الإعلام الإسرائيلي عن هذا الموقف تحديدا؟ الإعلام الإسرائيلي أعلن عن إلغاء المؤتمر الصحفي ولم يتحدث عن إلغاء الاستقالة. من الممكن أن تكون هذه الاستقالة في الأيام القادمة، ولكن نظرا بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية للتطورات الحاصلة تم إلغاء المؤتمر الصحفي. واليوم سيكون هناك مؤتمر لبنيامين نتنياهو، وستكون هناك أكثر وضوح المستجدات على السياسة الداخلية وأيضا على مستوى العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، وإلى أين ستضفي هذه الحكومة، بأي توجه، هل سيستمر بنيامين نتنياهو الذي بعد هذه العملية عزز من مكانته داخل الحكومة وأصبحت بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أكثر تماسكا بعد تحرير 4 أسرى من المحتجزين.